شغاله سكرتيره في عياده، وانا اساسا من الاول خالص كنت بحب اعمل شقتي، يعني كل انا قاعده في ايجار، وكل ما اروح شقه بتحتاج وش نظافه او بتحتاج اي حاجه في النقاشه، فمش كل مره بجيب حد، يعني انا اتعلمت ان انا اعملها لوحدي. وبعد كده لقيت الدكتوره اللي انا شغاله معاها في العياده طلبت مني ان انا اجيب لها نقاش، فقلت لها انا هعمل لك الشغل اللي حضرتك طالباه، فما كانتش طبعا موافقه وما كانتش مصدقه ولا متوقعه، فعرضت عليها ان انا اللي هجيب لها الخامات، ولو الشغل عجبها هتدفع حق الخامات وهتديه مصنعي، الشغل ما عجبهاش يبقى كده هي مش خسرانه حاجه. اقنعتها، يعني قعدت فتره كده اقنع فيها لحد ما وافقت. يعني لما نزلت اول شغلانه بعد الشغلانه دي، طبعا بنات شجعوني، وكل وقرايبي وعيلتي وكل الناس شجعتني الحمد لله. تحديات كتير قوي وصعوبات كتير، بالنسبه ان طبعا ده مجال رجاله، الرجاله طبعا بقت يعني مش متوقعه ان واحده ست تخش في مجال النقاشه، بقوا يهاجموني، وفي اللي منهم بيشجعني بصراحه، بس طبعا المهاجمه ديت انا كنت باخدها يعني كدعم ليا، ان انا يعني ان شاء الله باذن الله يعني هنجح، يعني هنجح. في سباكه وفي نجاره وفي ميكانيكيه وفي مهن كتير قوي الستات دخلتها. هي مهنه النقاشه منا كلها، يعني المهنه دي كلها رقه، كلها ذوق، فاكيد زي ما الست عندها ذوق وعندها لمسه جمال، الراجل اكيد برضو عنده نفس الاحساس ده. انا مش بقول ان الرجاله ما يعرفوش يشتغلوا الشغلانه دي، بالعكس احنا انا عن نفسي بتعلم منهم، يعني انا عن نفسي انا بتعلم منهم، لان هي كل يوم في تطور، انا مش اللي اتعلمته من 10 سنين بشتغله دلوقتي، واخد بال حضرتك؟ بس ف يعني كل يعني مرحله بتبقى ليها متطلبات تانية. تدريب الألوان أنا بحبها جدا، لأن أنا بحب الألوان وبحب الرسم جدا. يعني أول حاجة اتعلمت إزاي أدرب الألوان، بس طبعا دي تبقى آخر حاجة في مراحل النقاشة. المرحلة الأولى اللي اتعلمتها، اتعلمت إزاي إن أنا أعالج الرطوبة، وبعديها اتعلمت إزاي إن أنا أأسس، اخد شقه يعني من بابها او مكان من بابه واسسه ازاي، وبعد كده اتعلمت ازاي انسق الالوان. في واحده تقول لي انا عايزه اعمل شقتي بنفسي، ممكن تعلميني؟ ببقى معاها على التليفون فيديو خطوه بخطوه وبعلمها، وما شاء الله بتطلع احسن مني كمان. طبعا انا ما كنتش متوقعه حاجه زي كده، لقيتهم بيكلموني بيقولوا لي احنا عايزين نكرمك في احتفالية يوم نجاح المرأة، أيقونة المرأة، وطبعا أنا ما كنتش مصدقة بصراحة، فرحت وكان يوم بصراحة جميل جدا، ويعني كان يوم يعني فرحة كبيرة ليا ولكل الناس طبعا اللي اتكرمت. المرأة مش مستخبية، المرأة ليها دور والدولة بتاعتها بتكرمها، يعني ان مصر كرمني دي حاجة جميلة قوي بالنسبة لي. طبعا شعور كان جميل جدا، كنت فرحانة جدا، يعني ان انا طبعا يعني النجاح اللي انا نجحته وشغلي وتعبي وشقايا، حسيت ان الدنيا كلها بتكافئني عليه، وإن مصر كمان بتكافئني على تعبي وشقايا ومجهودي. يعني كانت حاجة جميلة جدا بالنسبة لي.